وحول هذا الموضوع أشارت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة إلى أن البرامج الشبابية تحظى بدعم مستمر من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وعلى وجه الخصوص المشروع الوطني لامع، مؤكدة أن دعم سموه أساس نجاح هذا المشروع الوطني. لما نتكلم عن المشروع الوطني لامع، فقد حظي لامع منذ انطلاق النسخة الأولى منه بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة واهتمام مباشر من سموه، وذلك لإيمان سموه بأهمية العمل على تزويد الشباب بالمهارات وتطوير قدراتهم والارتقاء بأفكارهم وتمكينهم في مختلف المواقع لقيادة مستقبل مملكتنا، إضافة إلى أهمية بث روح الإيمان والأمل في نفوس الشباب والتشجيع المستمر. وهذا الأمر كان جلي واضح من خلال استقبال سموه للمشاركين اللامعين في النسخ الثلاث الماضية والمتابعة المستمرة من سموه. في هذا العام ستطبق فيه تغييرات جوهرية في منهجية تنفيذ البرنامج، ومنها إتاحة الفرصة لجميع الشباب للمشاركة في البرنامج بصفة شخصية، بالإضافة إلى دعوة مؤسسات القطاع العام والخاص لترشيح ممثليهم من الشباب. أيضا حدثنا منهجية اختيار المشاركين والشروط والمعايير